مقلوبة العزايم اللي أثارت جدل كبير. يلا علشان تطلع اللحمة طرية وطيبة، أهم إشي إنه ننشف اللحمة ببشكير ورقي وننشفها منيح منيح، بعدين بسمنة أو بزيت حامين نقلي اللحمة منقلبها. منتبلها بفلفل أسود وملح والبهارات اللي إحنا منحبها. منحط لها كوب ماء وما منغمرها عشان إحنا ما بنسلق اللحمة، ومنصير نفقدها كل ثلث ساعة. إذا المي نزلت نرجع منضيف لها مي زي ما أنتوا شايفين. علشان عندي ضيوف جبت بطاطا بيبي وقليتها، وبعدين جبت كمان جزر صغير وقليته معهم، وبالآخر حطيت شوية بصل بيبي. حطيت الفلفل الحلو الذي أثار جدل بالقاع، وبعدين حطيت اللحمة وحطيت الخضار اللي قليتها، وتبلت الرز ببهارات راح أحطها تحت بالكابشن. حطينا له مي وخليناه على النار، وشوفوا ما أحلاها الرز كل حبة بحبتها. قلبنا المقلوبة وقدمناها مع فتوش وكمان سلطة حرة ومخللات، وطلعت طيبة كتير. وشوفوا طريقتي باللحمة هاي قديش طلعت طرية. طبعا أنا تركت اللحمة تنضج على النار لمدة ساعتين، بعدين عملت مقلوبتي. صحتين وميتنا حبايب قلبي.